أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أحمد علي عبد الله صالح، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا ومفوضا فوق العادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي اللقاء عقب أداء اليمين أكد الرئيس هادي أن هذا الموقع للسفير يمثل أهمية خاصة نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين، متمنيا للسفير أحمد علي عبد الله صالح التوفيق والنجاح في مهمه، وبما يعزز العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة.